هاني سيدون. ازيك يا خال؟ ازيك يا بكار؟ ازيك يا اختي يا ام بكار؟ انا جاي نقول لك اني مسافر النهارده رايح بحيرة ناصر. ايه الصدفة دي؟ انا وامي كنا بنتكلم عنها وعن جدي. انا خلاص قررت اصطاد تماسيح زي جدك يا بكار. اللي بتقوله ده يا سيدون، انت فاكر ان الصيد ده حاجة سهلة؟ ما انا هتعلم، اخلي عم اوندي يعلمني. مين عم اوندي ده؟ همك اوندي يا سيدي، ده صاحب جدك وكان شاطر خالص في الصيد زيه، وتقريبا كده هو الوحيد اللي بيعرف دلوقتي طرق الصيد اللي كان بيستخدمها جدك. اني عاوز اجابل عم اوندي يا امي، اني عاوزه يحكي لي عن جدي. خلاص خلاص، تاهت ولقيناها يا بكار، تعال معايا وتعلم معانا. لا طبعا أنا مش موافقة، انت حر في نفسك يا سيدون، لكن ما تاخدش معاك بكار في حاجة خطيرة زي دي. بس أنا عاوز اسمع الحكاوي من عم أندي يا أمي. ما تخافيش علي يا أم بكار، أنا هخليه مع عم أندي بس، وأنا هروح للبحيرة لوحدي أنا والتمسيح والأجر على الله. عشان خاطري يا أمي. خلي بالك منه يا سيدون. ما تخافيش على بكار، ده ما سيدون قاهر التماسيح. يلا بينا عشان نسمع حكاوي جدي الجد التمساح. مع السلامة. انتوا رايحين على فين كده؟ هنا هنروح اخر الخط. انتوا رايحين بلد عم اوندي؟ انت تعرفه؟ طبعا. انتوا هتروحوا له ليه؟ انا هروح له علشان يعلمني صيد التماسيح، واني عاوزه يحكي لي عن مغامراته مع جد الجد التمساح. انت تعرفه كويس يا عم شلالي؟ امال، انا كنت بتفرج على جدك التمساح واوندي وهما بيصطادوا التماسيح. ما انساش اليوم اللي اصطادوا فيه هما الاثنين تمساح كبير قوي كان طوله 10 متر. مش للدرجة دي يا عم شلالي. ايه انت فاكرني بضحك عليكم؟ ده كان بياكل الناس ومشيب البلد. اديكوا هتروحوا لعم اوندي وهو يقول لكم، بس ابقى خلي بالك، لان معظم اللي بيتعلموا صيد التماسيح في الاول بيتاكل منهم رجل ولا ايد. استر يا رب، رجل ولا ايد، الحكاية هتزيد تعقيد. لازم تاخد الدواء يا جدي. ما انا خدته يا عبدون. لا ما خدتش، انت بقيت تنسى عشان عندك الزهايمر. اني عندي الزهايمر؟ ما حدش قال لي. انت عندك الزهايمر من 5 سنين وبتنسى كل حاجة، عشان كده انت فاكر انك اخدت الدواء النهاردة. يعني انا ما خدتوش؟ لا، يلا افتح بوجك بقى. هواني اي حد يقول لي افتح بوجك افتحه له؟ انت مين؟ أنا حفيدك عبدون يا جدي. افتكرتك، مش انت اللي كنت بتسرق البومب من عند الراجل بتاع الزلابية وتحطه في السندوتشات وتطلع تجري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، زلابية ايه وسندوتشات ايه؟ وبعدين أنا عمري ما سرقت. ايه؟ اطلع من دول يا حنيطة، داني عجنك وخبزك. أستغفر الله العظيم، افتح بقك بقى يا جدي عشان أديك الدواء. مش تقول كده. السلام عليكم، عم وندي موجود؟ موجود، انتو مين؟ أنا سيدون ودي بكار. أنا حفيد الجد التمساح، صاحب عم وندي. أنا افتكرتك يا سيدون، كنت بتجن زمان. وانت بدون صح، ده انت كبرت قوي ما شاء الله. اتفضلوا. اهلا يا سيدون، عامل ايه؟ ازيك وازي الحجة؟ الحمد لله بتسلم عليك قوي. ياه، ايه البيت ده؟ ثانية واحدة، انت سيدون صح؟ يا السلام عليك، افتكرتني بالسرعة دي يا موندي. اصل انت شبه ابوك خالص. هو كده يفتكر حاجات وينسى حاجات. الله يرحمه، كان أحسن واحد يركب عجل استرالي.
بقول لك ايه يا عم سيدون، عاوزك في حاجه. امرني يا اخوي امرني. يا سلام انا خدام. ممكن تقعدوا مع جدي لحد ما اروح شغلي؟ كان فيه جارالينا المفروض تقعد معاه وتاخرت، وانتوا جيتولي من السما. انت روح شغلك تبان، واحنا معاه، دي بيتنا واحنا عيله واحد. شكرا يا عم سيدون، مع السلامه. ازيك يا ام وندي؟ انت مين؟ انت مش لسه مسلم علي دلوقتي يا ام وندي وقلت لي كمان ازيك يا سيدون؟ هو احنا فين؟ احنا في البيت عندك يا عم وندي. اها، وفين عبدون؟ عبدون مشي، راح الشغل قدامك. وانتوا هنا ليه بقى؟ احنا قاعدين معاك. انتوا حراميه وجايين تسرقوني. ارفع ايدك يا نمس. ايه هالراجل المنخول يدي؟ قول معايا يا بكار، الهقونا.